امتدادا لمساعي الخير والعطاء، استأنف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية على عدد من المدريات النائية في مناطق ساحل حضرموت كمديريتي برو ميفع وحجر، كما استهدف المشروع أيضا المساكن الطلابية بجامعة حضرموت بالمكلا، حيث تم توزيع 600 سلة غذائية و500 كرتون من التمور. 1500 مخصصة لمحافظة أو لمديرية حجر، 4000 مخصصة لمدينة المكلا، تم توزيعها على شرائح المجتمع، على مرضى الفشل الكلوي، على مرضى الثلاسيميا، على مرضى السرطان، على الأيتام، على النازحين، وأيضا على الطلاب. نحن نشعر حقيقة، والأخوة في مركز الملك سلمان والأخوة في القوات السعودية يشعرون جيدا بمعاناة الطلاب، وخصوصا مع في الوقت الراهن مع غلاء المعيشة، فلذلك خصصنا جزء 600 سلة غذائية خاصة للطلاب. هذا التدخل الإنساني هو الأول من نوعه لمركز الملك سلمان، حيث شمل شريحة الطلاب الذين يمثلون قيمة هامة في المجتمع لارتباطه بحملة مشاعل العلم وصناع الأوطان. المركز يستهدف الطلبة، لأن أنتم القاعدة الأساسية لنهضة هذا البلد، أنتم من سوف يقود دفة هذا البلد إن شاء الله إلى بر الأمان، أنتم من سوف يستلم المناصب غدا إن شاء الله، فأنتم الثروة، أنتم جوهرة هذا البلد. الجهود الإنسانية التي يبذلها المركز ما هي إلا قطرة في بحر العطاء التي تتسم به المملكة، وهي جهود كما يرى مراقبون تعبر عن حرص هذا البلد على مساندة أشقائه في اليمن، امتثالا لأواصر علاقات أخوية ضائبة في جذور التاريخ. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، المكلا.